مقتل الشاب الزاهر في استراليا أثناء تأدية عمله. وإليكم تفاصيل الخبر. لقي الشاب السعودي موسى جعفر الزاهر البالغ من العمر 30 عاماً مصرعه مساء أمس الأحد أثناء تأدية عمله كحارس أمن في أحد الفنادق بمدينة زازرلاند الإسترالية. وتشير التفاصيل إلى أن الشاب موسى حاول منع أحد الزبائن من دخول الفندق بسبب سلوكه الغير لائق، مما أدى إلى نشوب شجار بينهما، وقام الزبون بضرب موسى على رأسه مما أدى إلى سقوطه على الأرض وفقدانه للوعي بحسب مصادر إعلامية إسترالية. وحاول طاقم العمل وبعض رواد الفندق إسعاف موسى لكن دون جدوى فارق الحياة. وكشفت المعلومات أن الشاب السعودي المقتول في مدينة سيدني الإسترالية والذي يبلغ من العمر 30 عاماً بعد تعرضه لضربه بآلة حادة في الرأس من رجل استرالي يبلغ من العمر 31 عاماً. وأفادت عائلة الضحية أن الحادثة وقعت في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد الماضي. وأوضحت عائلة الزاهر أنه لديه 3 إخوان و2 من الإخوات، وأن موعد التشييع والدفن سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد استكمال الإجراءات في استراليا، مطالبين بمحاسبة الجاني بأشد العقوبات. وتمكنت الشرطة الإسترالية من التعرف على هوية المتهم وهو بريين إدموند براون البالغ من العمر 31 عاماً من خارج مقاطعة سازرلاند، ووجهت إليه تهمة الاعتداء المؤدي إلى الوفاة. وأفادت الشرطة بأنها تمتلك مقاطع فيديو للحادثة التي تم التقاطها من كاميرات المراقبة تظهر وقوع مشاجرة بين الشخصين. وأشارت إلى أن الضحية كان يقوم بعمله الوظيفي وطلب من الجاني ترك الفندق بسبب تورطه في إثارة المشكلات قبل أن يعتدي الجاني عليه بطريقة عنيفة. وعبر زملاء موسى عن حزنهم الشديد لوفاته، وصفوه بأنه شخص طيب وودود، وقدموا له واجب العزاء والمواساة. رحم الله الفقيد وأسكنه في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذوي جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.